صباح الخير. عنوان اليوم بيقول لقد فقدنا الاتصال ب 2.3 مليون إنسان. يعني هالأيام هي من أقسى وأصعب الأيام يلي عم نعيشها، خاصة أنه عم نشوف أطفال وعائلات عم تنبد وما عم نقدر نعمل لهم شيء. يوم تاني كان أثقل من يلي قبله على قلوبنا، يوم جديد عم نعيشه بحسرة وألم على أطفال انسلبت منهم أبسط حقوقهم بالعيش، أطفال انولدوا تحت الرصاص وتربوا بإنقاذ هالحياة، أطفال عاشت الموت قبل العيش وترعرعوا وسط الآهات والآلام، عائلات راحت، أطفال تشردت، أباء وأمهات ماتوا. وكل هي الأحداث عبارة ومجموعة عن أحزان عم تتبعثر بين الركام وتحت الحجار. خليني صبح عليك رغد، صباح الخير. صباح الخير يا ماري، صباح الصبر والسلام لكل الأشخاص يلي عم بيتابعونا. يعني عن جد هي الحيطان لو إلها تم لحكت وسردت قصص عن الذكريات يلي انمحت وعن الأشخاص يلي هلأ موجودين تحت الحصار يلي إلهم ساعات طويلة طويلة من دون إنترنت، من دون ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا شيء. الله وحده بيعرف شو عم بيصير بقطاع غزة، قلوبنا معهم وكل دقيقة عم نتفقد الأخبار لحتى نعرف هنن مناح هنن مو مناح. يمكن كنا نحس هيك لجزء بسيط من حياتنا أنه حتى لو شفنا صورهم وهنن عم يفوتوا على المستشفيات بس نحن قادرين نوصلهم، قادرين نطمن عليهم، قادرين نعرف هنن شو عم بيحسوا، كيف عم يتوجعوا ونتوجع معهم. ولكن أنه ما نحس بشي أو ما نشوف شيء هو شيء كتير صعب. يعني كتير أجزاء انمحت، جزء من الحياة يلي مفروض أنه يعيشها هالشعب المقاوم والمكافح، هالشعب يلي علمنا شو معنى الإرادة، شو معنى العزيمة، شعب زرع فينا القضية وحب الوطن، قدموا أولادهم وأهلهم. يعني بتلاقي الواحد عم يستشهد وعم بيقول فدا القدس، قديش هالكلمة كبيرة، قديش عميقة بقلوبنا لما نحن منحس أنه في حدا راح ومنقول نياله راح شهيد. القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، هي قضيتنا يلي ما رح تنتهي إلا بالنصر إن شاء الله. إن شاء الله يكونوا بخير وبسلام، ونحن ناطرين أكيد الأخبار منهم وعنهم. يسعد صباحكم. صباح الخير عن جديد. يعني قديش هالكلام اللي بالأغنية صعب كتير لما منفكر وبنحس إنه وين الضمير، وين الإنسانية. يعني الكرة الأرضية بتوسعنا كلنا أكيد، بتوسع كل الشعوب، إن شاء الله هيك يتحقق السلام بأقرب وقت والنصر. هلأ صار أكيد الوقت لحتى نتعرف على عناوين حلقة اليوم. كثرة المزاح تدمر العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. أجمل النصائح هي نصيحة من مسن. مشروع عائلي منتجاته بالضاهي المثالية. نبراس أبو هدير، شاب يكرس وقته وجهده لرعاية المسنين. فلسطينية عم تلجأ للموسيقى للتغلب على صوت الحرب. وضمن الفقرة الطبية الشعرانية لدى الإناث بين الأعراض، الأسباب والعلاج. هلا صار الوقت لننتقل لمطبخ صباح الخير ونشوف الشيف بشرى شو محضرة طبق لليوم. يسعد صباحك يا شيف. يا صباح الخير يا شيف. حاحكي شغله الكل حاسس فيها، عم تقول لي انا شلون قدرانه اطبخ، شلون بدي اطبخ واعمل طبخات والعالم هيك حاسه؟ الحياه بدها تستمر أكيد. في امهات كثير عم تحضرك وتتابعك، هي مصدر قوه لاطفالهم بالبيت وعم تعمل لهم هي الوجبات اللي وبتحضرك وتتابعك لحتى تقدم لهم شيء صحي ونقدر نكمل ونحضر الاخبار اكيد ونتعاطف مع الشعب الفلسطيني. فهذا الشيء يعني الشعور عم تقول لي اياه بغرفه المكياج انه انا كيف بدي اطلع اطبخ والوضع هيك.
فشو هيك شو محضره لغد؟ يعني هي هي الفكره، واكيد يعني الحياه بدنا نستمر، يعني بدها تستمر ونحن بدنا نستمر بشغلنا. يعني اليوم رح نعمل شيء صحي، رح اعمل سينابون او سينامون رولز بس بطريقه صحيه وبدون استعمال سكر ابدا. يعطيك الف عافيه، رح نرجع لعندك اكيد. شكرا كثير لك. عفوا. جولة سريعة ومنوعة على أحدث العروض والفعاليات الثقافية يلي عم بتصير حول العالم. حنبلشها من عن جواهر الأقرع، هالفتاة الفلسطينية يلي لجأت للموسيقى لتتغلب على أصوات الحرب بغزة. أما خبرنا الثاني عن بلاد الرافدين التي ترقد على أقدم حضارة تمتد لسنين وبتحتفل بكنوز أثرية ما لها مثيل ولا يزال بعضها مدفون بين خباياها. طبعاً ماري، خبرنا الأخير رح نحكي فيه عن إعادة تركيب التمثال الشمعي للنجم الأمريكي الشهير باسم ذا روك وبمتحف غريفين بباريس ببشرة أكثر واقعية. هاي التفاصيل يعني رح نشوفها كلها بهذا التقرير. جولتنا المنوعة بلشت وبدايتها حخبركن عن شابة فلسطينية عم تلجأ للموسيقى من حوالي عام. جواهر الأقرع تجد متنفس إلها بحياتها اليومية بغزة، فهي بتغني من أجل التغلب على أصوات الحرب القاسية يلي عم تمر فيها البلاد. وجولتنا مكفية فتركض بلاد الرافدين على أقدم حضارة بتمتد لسنين وتحفل بكنوز أثرية لا مثيل لها ولا يزال بعضها مدفون بين خباياها. واكتشفت من جديد بعثة بإدارة عالم آثار فرنسي ثور مجنح عمره أكثر من 2700 عام. وبجولتنا الأخيرة حخبركن عن إعادة تركيب التمثال الشمعي للنجم الأمريكي الشهير باسم ذا روك بمتحف غريفين بباريس ببشرة أكثر واقعية. فأجرى موظفو المتحف تعديلات على التمثال بعد شكاوى من أن لونه فاتح للغاية. يا صباح الخير عن جديد، وصلنا لأولى فقراتنا. العلاقة الزوجية هي علاقة قوية ومتينة ما لازم يكسرها أي موقف عابر أو شيء جديد ممكن يطرق على الحالة الزوجية للطرفين، ولكن الدراسات قالت أنه 65% من حالات الزواج عم تنتهي بكثرة المزح وإلقاء السخرية بين الرجل والمرأة. شو قلت لك قبل الهواء؟ قلت لك إذا ما بيمزح معي ما بدي إياه، بس إنه محدود. تاني ما رح أقوله. ما رح نقوله على الهواء. فمن الممكن يكون هذا الشيء عادة بالنسبة لكتار، ولكن بالزواج خصوصاً هو شيء مو طبيعي كتير. وبفقرتنا الاجتماعية رح نحكي عن تأثير المزاح على العلاقة الزوجية، شو أبعاده على هي الحالة العاطفية للطرفين، تفاصيل وأجوبة كتيرة رح نتعرف عليها مع الاختصاصية الاجتماعية يلي صارت معنا بالاستوديو قدران نجم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. خلينا هيك نبلش. دايماً بيقولوا في خط رفيع كتير بين المزح والجد، في ناس ممكن تتقبل هذا الشيء وفي ناس ممكن ما تتقبل. خلينا نحكي عن أنواع المزح يلي بيستخدم بالعلاقة الزوجية بدون ما يأثر على الطرفين. هلا بداية خلينا نكون متفقين أنه المزاح هو شيء بيزيد الألفة والمحبة بين العلاقات بشكل عام. يعني هو عن جد بيقرب من الناس وبيخلق هيك جو كتير حلو ومرح، بيخلق ابتسامة وضحكة، والضحكة من أهم أسباب تخفيف التوتر.
هذا بشكل عام، لكن بشكل خاص بين الزوجين هو فعلا مطلوب حس الدعابة يكون موجود حتى شوي هيك يروح هذا الملل والروتين اللي بيكون بقلب العلاقة، فعلا هو بيحسسها. لكن مثل ما ذكرتي حضرتك في خيط رفيع بين المزح وبين ما بين قوسين اللي بيقولوا عنه مزح بس هو بيكون سخرية واستهزاء. هو حقيقة هذا هو الخيط الرفيع والمطب اللي بيقعوا فيه أغلب الناس، لأنه في واحد عن جد بيقوي العلاقة وبيكون هدفه بس الابتسامة، والثاني للأسف بيدمر لهي العلاقة. يعني في حساسية لموضوع المزح بالعلاقة بين الزوجين، لأنه بالنهاية دائما بيكون في عندي طرف مضغوط وعم يتهاجم، والطرف الثاني مبين اللي سعيد وما عنده أي مشكلة بالحياة، وهو اللي بيكون عم يقوم بفعل عم بيعمل إفتهات. تماما أكيد. فهون خلينا كتير نفرق ما بين الفكاهة يلي أنا بزرعها كابتسامة مع الشريك، وبين السخرية اللي هي بين قوسين بيقولوا عنا بالعام بالمزح، بس هو بيكون بصراحة إضحاك الآخرين على الشريك. في كتير فرق بين الاثنين، وهذا ما بيكون هيك، هذا بيكون في إله سبب، أو بيكون كسبب بدائي أنه هو هذا الشخص نفسه هو في ميزة شخصية عنده بأنه هو حب يسيطر، بمعنى أنه أنا كشخص بشعر بعدم الأمان بوجود شخص مميز وأكثر قوة مني أمامي، فأنا بصير حدا بحاول يلقي هاي النكات عليه حتى الباقي يضحك فلا أشعر أنا بالمكان. تمام. أو بيكون بكل بساطة هو نوع من أنواع الآليات عنده ليقول للشريك، يعني هي مثل وسيلة اعتراض بيلقي هذا المزح، ليقول له انتبه أنه أنا ماني مرتاح، في مشكلة، لأنه بيكون غالباً سقف توقعاته من العلاقة الزوجية هو كتير رافعه، فعنده إحباط من هاي العلاقة، فبيصير هو أو هي يعني يمزحوا مع بعض بس وحقيقة يتمألسوا على بعض حقيقة. يعني هي المألسة أو التنمر مثل ما منقول يلي بيجي بغير وقته، يلي بيأذي الآخر، يلي بيحول القعدة لأنه يكون هذا الشخص هو محور القعدة، حدا عم يقفل عليه كل الوقت. وكلنا بنقبل المزح، بس في هيك خطوط حمراء. شو هي هي الخطوط الحمراء؟ يعني يلي ممكن تدمر العلاقة الزوجية، لأنه نحن هذا الشيء اللي بدنا نركز عليه بلقائنا لليوم. في قصص ممكن تسبب طلاق، في قصص ممكن تسبب مثلا إهانة للكرامة أو استنقاص من مثلا من شخصيتي، أنا حدا كثير بعتز بنفسي بقبل المزح ولكن ما فيني اقبل انه يكون في اهانه او شيء شخصي كثير ينحكى ان بابليك. يعني شكرا لك، انت سالتي وتقريبا اعطيتي طرف الجواب. اي مزح فيه تقليل من مكانة الاخر اجتماعيا او اذى نفسي له او تقليل من احترامه طبعا هو غير مقبول، قولا واحدا بكل العلاقات وليس بالزواج. لكن بالزواج يمكن شوي القصه بتزيد، لانه اوريدي في مساحه حريه بين الاثنين، فكثير بدنا ننتبه انه ما نعلي الدوز. يعني مثلا على سبيل المثال، غالبا الرجال بتمزح بقصه الزواج والطلاق، بدي اتجوز عليكي، طب انت شو عم تعمل؟ عم تخليني شكو غار؟ يعني هو بالنسبه له هي مجرد مسحه، وقد يكون فعلا القاها كمسحه ومشي، بس هو عمليا عند المراه ما بتوقف كمسحه، هي بتصفي بالنسبه لها موضوع ثاني بتصير بتفكر فيه، ولا حتى بموضوع الطلاق. يعني انا لما بدي الا بدي طلقك مزاحا، يعني هو عمليا هذا الشيء عم يشيل الاستقرار من هي العلاقه. طب هو اهم ارساء، يعني اهم الاشياء المهمه بالعلاقه الزوجيه هو الاستقرار، فاذا انا كان عندي شعور حتى بمزاحك، وبالذات اذا كان هذا الشيء بشكل مستمر ومتواصل وامام الاخرين وخاصه اهل احد الطرفين، فهذا الموضوع يعني كثير بالنسبه للشريكه مزعج. تمام. وحتى الزوجه نفسها لما بيكون في عندها مزح له علاقه مثلا بالهروب من المسؤوليه، او مثلا باخفاء خطا معين، او اخفاء حقيقه معينه، يعني هو بتكون عم تقول له اكت عم بمزح، دائما الحجه جاهزه انه شو بك، شو شكلك ما بتلقى مزح. اغلب كلام الجد يقال مزحا للاسف. هاي الجمله او مثلا لما بمزح بالاخفاقات الخاصه بالحياه، يعني اغلبنا نحن بنفوت بمشاريع وقد نشعر بالفشل، يعني وهذا شيء وارد، والا كيف بدك تشعري بالنجاح؟ أنا أمزح أو أتمألس هو عمليا نحن ما حنسميها مزح، لأنه فعلا هي مألسة استهزاء صارت للأسف الشديد. فأنه أنا أحكي بهذا الموضوع أمام العامة وكررها، كمان التكرار والشدة بيلعب دور، لأنه هذا الشيء ممكن يكون مقبول لمرة بس غير هيك لا، فهي أيضا من المزحات الغير مقبولة. وبكفي لأكبر سبب من الأسباب ليكون هذا المزح هو غير مقبول إني أحكي مثل ما حكيتي حضرتك هلا، أنا هذا المزح ما بقبله، بكفي إنه أنا أقول هالموضوع لا تعمل لي إياه لأنه أنا بيضايقني، فهذا لحاله هو سبب أساسي ورئيسي لحتى يوقف المزاح بهي الطريقة. يمكن نحن مثل ما بنرجع بنحكي دائما فكرة المزاح في له هدف، وكثير مهم نفرق بيناتهم. أنا بجوز عم بخلق جو، عم بعمل مثلا علاقة حلوة، حاسس في كثير أشياء مثل الظروف اللي نحن هلأ عايشينها للأسف، يعني في كثير أشياء مزعجة، فبالنهاية الحياة بدها تستمر وفي أشخاص كثير معلقين فينا، فنحن لحتى ناخذ هيك شوي نفس نحن مضطرين أحيانا نلقي بعض النكات والمزاح كما يقال، بس مو بطريقة فيها استهزاء وتقليل احترام من الآخر. هلأ هون كثير مهم أنا، يعني ولو إني مثلا استعجلت زيادة، بس كثير مهم أنا كطرف بهي العلاقة سواء كنت الرجل أو المرأة آخذ إجراء. كثير مهم إنه أنا أو إني عامل الشخص اللي عم يسخر مني، لأنه برجع وبقول هي ما عادت مزاح، صار صفى اسمه سخرية،
بطريقته السخرية المضادة كما يقال، إني أرجع أسخر بنفس الطريقة. هاي نشرنا الغسيل مثل ما تمام. أيوة. أو فيني هيك أعمل، وطبعاً هذا سلاح ذو حدين، لأنه قد يكون فعلاً يخليه يسكت للطرف الثاني، وقد يخلي الموضوع يتصعد، فهي موضوع خطير بده كتير ذكاء وحدا كتير عنده مهارة بهذا الموضوع. أو ببساطة اتبع تقنية التجاهل، بمعنى أنت عم تحكي أنا مو موجود يعني. تمام، الموضوع كأنه مو موجود أصلاً. ما بيعني لي. أي. لكن كتير مهم كمان عفواً إني أرجع أذكر بأنه أيضاً لما أنا بكون عم بمزح لمرر رسالة ما، يعني مثلاً الكلام إليك يا جارة لتسمعي يا كنة، الأشخاص أو الشركاء يعني بالذات الشركة زوجة الزوجة، وإن كانوا أمام الآخرين مبينين ما في بيناتهم هالكونتاكت أو التفاهم، بس على فكرة هن فاهمين بعض طبعا. فهن بيعرفوا تماماً آه هو عم يحكي هيك مشان قصد كذا، فهذا الموضوع كمان كتير مزعج، كتير مزعج. فكتير مهم أنه نحن كشريك زوج أو زوجة ننتبه من هاي الطريقة بالمزاح. تمام، كيف ممكن أنا أضبط هاي الحدود بيني وبين زوجي قبل ما نوصل لكل يلي حكيتي؟ تبع أنا برد لك ياها أنت حكيتني هيك، خصوصي إذا في عالم يعني ممكن أنا تكون أتقبل المزح بيني وبينه بشكل كتير كبير، أما قدام أخته أو أختي يصير في حساسية ومشاكل اجتماعية، أنت حكيت هيك قدام أمك، أنا حكيت هيك قدام أختي، وتبلش المشاكل طبعاً. كيف ممكن نتفاداها؟ طبعاً أكيد، شكراً لك، لأنه هو دائماً الأمر ممكن يكون نقدر نتخطاه إذا بيناتنا، بس فعلاً لما يكون قدام الباقي صار له علاقة بكينونتي وكياني وصورتي قدام الآخرين. هلأ كتير مهم الوقت اللي أنا أمزح فيه كتير المهم إني أنا أخذه بعين الاعتبار. يعني قد يكون مزاجي مجهز، أنا اليوم ما أروق من الشغل، بالعادة بتقبل هذا المزح، بس يا عمي بهي القعدة أنا مو خارج إني أتقبله، وهذا الشيء بيكون واضح فكرة من خلال بادي لانجويج إنه أنت قادرة فعلاً تتقبلي أو لا. طيب كمان الأسلوب مهم، يعني تخيلي مثلاً نحن متواعدين فرضاً، أوكي هي عم تحاكي لجوزها على الواتساب مثل ما بصير بالعادة، إنه وبيمزح له شيء مزحة أو هي بتمزح له شيء مزحة. طيب بهذا الوقت قد تكون فكرتها جد، لأنه أصلاً الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما بتكون فيها هي الروح، هي جافة رسالة ميتة جافة، ففعلاً أنت بيكون عن جد قصدك مزح، بس الطرف الآخر بيفهمها غلط لأنه انتي مو شايفتي. فكتير مهم الاسلوب اللي انا اطرح فيه هذا الموضوع. واهم شيء بقى الحوار. هلا الحوار بكل المشاكل بكل العلاقات مهم، لكن بالذات بيكون اكسترا بالعلاقه الزوجيه، لانه مهم كتير اعرف انه انا هاي المواقف المزعجه ما قرب عليا. يعني شو الفكره معناتها؟ انا اذا خبرتك او مخبرتك انه انا هذا الموضوع بيزعجني وانت عم تعمليه، انت قاصده ومتقصده ومتعمده معناها صح. فالموضوع صفى هدفه ازعاج وليس زرع الابتسامه والالفه بين العلاقه. فكتير مهم هذا الموضوع. طبعا في ناس عندهم حساسيه عاليه جدا ما بيتقبلوا المزح بشكل عام، هن حدا كثير عندهم ايجو خلينا نقول او هيك بيقدروا حالهم، فبيحسوا برستيجهم ما بيسمح لهم انه حدا ينزح معهم، بالاخص اذا كانوا قاعدين مع ناس هنن مثلا هدول الناس دائما بحاله انه انا شايف حالي عليكي وجوزي بتعرفي قعدات النسوان، جوزي عمل لي وجوزي ساوالي والى اخره، فبتجي هيك بتقعد بقعده عائليه مع مثلا جوز رفيقتها ورفيقتها بتلاقي جوزها عم يقفل عليها فبتتضايق وبتزعل وإلى آخره. فقديش نحن مهم اليوم ننتبه لحساسية الشريك وطبع الشريك، خلينا نقول لحتى نحن نفهم أنه نحن إمتى فينا نمزح معه إن ببليك مع العالم وإمتى لا. طبعاً برجع وبأكد هذا الموضوع عام مو بس للشريكين، لكن هو بيزداد أهمية لأنه الشريكين بسبب العلاقة والمساحة والحرية اللي بيناتهم بصفي في إله خصوصية، خاصة يعني هنا اثنين شخصين مكشوفين على بعض، فيعني كتير مهمة الصورة اللي بيكونوا هن راسمينها أمام الآخرين. طبعاً مهم مراعاتها، مهم إني أنا راعي حتى رفيقي إذا كان بيتضايق أو رفيقتي إذا بتتضايق، لأنه طبعاً حساس. هو للأمانة ما في شيء اسمه طبعه حساس، هو في شيء اسمه حدود عند الآخرين. هذا الحد أنا بعرف هذا الإنسان بيتقبل أو ما بيتقبل، من الذكاء الاجتماعي أنه أنا أعرف وين الحد اللي وقف عنده طبعا. هو ذكاء لإلي وذكاء لإله واحتراما لإله كما يقال، وذكاء مني أني أنا أعرف أنه هذا الحد أنا لازم وقف عنده. كيف بيصير هذا الشيء؟ من المواقف المتعايشة اللي نحن منعيشها يوميا في الزوجين، أكيد في عندهم 24 ساعة طبعا بين بعض، فأنت عارف أنه هذا الموضوع بيضايقها. أنت بتعرف لما بتحكي مع رفيقتها بتحكي بهذا البرستيج اللي حكينا عنه الظريف يعني، والطريقة هي برسم الصورة اللي خارقة حارقة البرفكت تماما، فلا تنزعل إياها، لأنه عمليا أنت شريكة، فأنت المفروض تكون عم تشجعها وهي أيضا. يعني أيضا هو قد يكون عم يحكي قدام رفقاته أنا كذا قدام مرتي ومرتي هيك ومرتي قدام رفقاته، طب إجا ضيوف مثلا هن رفقاته اللي عندكم على البيت، أعطيه هاي الصورة، أعطيه هذا النموذج، ناديه مثلا بالاسم اللي هو بيحب يتنادى فيه أمام الآخرين، أظهري له هذا الموضوع. الحوار ليش حكينا مهم؟ لأنه هي المفاصل تبع العلاقة بتتعزز وبتتثبت فيها طبعا. فيفترض انه انا هالموضوع بيضايقني وقف عنده،
أكيد هذا الشيء بيصفي كتير سهل وأفضل للعلاقة بين الاثنين. شو النصيحة يلي ممكن نقدمها للشباب اليوم؟ يعني بتلاقي قبل بالعلاقات وبالزواج مبنية على الاحترام والتقدير، غير هلأ بتلاقي المتزوجين وخصوصي جدد بيكونوا هنا الرفقة أكتر، فهنهم بيمزحوا أكتر وبياخدوا راحتهم أكتر. شو النصيحة يلي ممكن تقدمي لهم إياها؟ النصيحة الأساسية وانطلاقا من كلام حضرتك، بالعكس ما في أحلى من أنه الزوجين يكونوا أصدقاء. يمكن هي المرحلة اللي بيوصلوا فيها ليكونوا أصدقاء هي مرحلة تثبيت ونجاح العلاقة قولا واحدا. لكن اللي أنا حابة أنصح فيه وأقوله بجد بجد، أساس بناء العلاقة بين الزوجين هو الاحترام وليس الحب. يعني الاحترام الحب ضروري بس ما هو أساسي، الأساسي هو الاحترام للأسف. يعني ولو أني بدي أحكي الكلمة لكن هو فعلا فعلا الاحترام، احترام كيان الآخر خصوصيته. وكتير بركز على هاي القصة، يعني ما كتير نفتش وراء بعض، ما كتير نجرب نفوت شوي بالغميق حتى وإن كنا زوجين، بيبقى في لنا هيك هذا التايم الخاص فينا اللي نحن لازم نراعيه. فكتير مهم مراعاة احترام الآخرين، وهذا مو مشان الآخرين، هذا مشاننا. ولا نتوقع إنه نحن نحترم من قبل الآخرين إذا نحن أنفسنا ما كنا نحترم نفسنا. فأكيد النصيحة اللي بحب أقولها نعلي هاي القيمة لأنه قيمة أساسية. عن جد يعني كلام جدا واقعي ومنطقي، وما هيك ما بنمل من حديثك ونصائحك اللي بتعطينا اياها دائما بكل لقاء. شكرا كثير لك، نورتينا والله. شكرا لكم دائما على المواضيع الجميله اللي بتم طرحها بالبرنامج. شكرا شكرا كثير لك. خلونا نرجع لعند الشيف بشرى لنشوف كيف حتبلش بطبق اليوم. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ويا رب يكون يوم خير وصحة وفرج على الكل. من فترة نحن عملنا وصفة السينابون أو السينامون رولز بالوصفة الأساسية بالطحين الأبيض والسكر، فوتنا السكر الأبيض والأسمر وهالقصص بالوصفة. وبيومها كتير انطلب مني أنه نحن نعملها بطريقة تكون صحية نوعا ما، وخصوصا أنه الأولاد بيحبوا هاي الوصفة، يعني في أطفال بيحبوا هاي الوصفة، وهي وصفة هيك شتوية يعني صار وقتها. فاليوم حبيت أنه شارككم وصفة صحية نوعا ما. رح نضل عم نستعمل طحين القمح، بس رح استعمل طحين القمح الكامل اللي هو بيجي بيكون مطحون مع القشور تبعه، فبيضل في الياف اكثر، في عناصر غذائية اكثر. فاليوم وصفتنا هي السينابون او السينامون رولز بس بطريقة صحية. بالنسبة للمقادير عندي للعجينة، على فكرة المكونات عن جد كثير سهلة وكثير بسيطة. اللي طلبوا مني هي الوصفة تابعوها، و أنا متأكدة بس جربتوها كثير رح تحبوها. عندي هون 3.5 كوب من طحين القمح الكامل. مثل ما قلت إنه القمح الكامل في الياف اكثر، القمح الابيض بيكون كثير مكرر، يعني ما بضل فيه غير نشويات، بيكون خسر كثير من العناصر الغذائيه. فطحين القمح الكامل هو متوفر، حاولوا تستبدلوه دائما بالطحين العادي، اكيد في عناصر غذائيه اكثر. ويعني رح نشتغله هلا بقلكم شو الفرق بينه وبين الطحين الابيض بالوصفات. عندي 3.5 كوب، رح احط معهم رشه ملح او ربع معلقه صغيره من الملح، طبعا اضافه الملح لحتى تساعدني بتوازن النكهات، بس مو أكثر من هيك. هلأ هي مكوناتي الجافة. فرق لطحين القمح الكامل عن الطحين الأبيض المكرر إنه امتصاصه للسوائل بيكون مختلف عن الطحين العادي، فمشان هيك يعني دائما حاولوا إنه تكتروا شوي سوائل عن الوصفة الأساسية اللي مستعمل فيها الطحين الأبيض لما بستعمل طحين القمح الكامل. وهلأ رح أذكر أنا عندي هون كوب وعندي نص كوب من الحليب، أنا ما حطيتهم مع بعض لأنه الكوب الطحين الحليب عفوا رح أضيف معه العسل. إضافة العسل هو بديل عن السكر الأبيض لحتى يفعل لي الخميرة، وهي كمان هون إضافة صحية تانية، استبدلنا السكر الأبيض بالعسل. هلأ إجباري أنا بدي يا عسل يا سكر أبيض لحتى تتفاعل عندي الخميرة، وباعتبار أنه نحن عم نعملها صحية أكيد العسل فيه فوائد أكثر من السكر الأبيض، مع معلقة من الخميرة الفورية. مثل ما قلت هون الحليب أنا قسمتهم، عندي كوب وعندي نص كوب، ممكن نضيفه وممكن لا حسب احتياج العجينة. هون رح خلط. هلأ هون أنا المفروض لحتى أتأكد أنه الخميرة شغالة عندي ورح تعطيني نتيجة كتير منيحة أنه أنا أتركهم تقريباً 5 دقائق لسبع دقائق لحتى تبلش عندي تتشكل رغوة، وهون بضمن أنه أنا الخميرة عندي شغالة. بس أنا مجربتها لأنه أنا أكيد عملت عجينة من قبل لحتى أتركها تتخمر تاخد وقتها، فأنا مجربتها للخميرة، مشان هيك أنا ما رح استناها لأنه هلأ يعني من شي نص ساعة تقريباً مجرب الخميرة وبعرف أنه هي شغالة.
شغالة، بس أنتوا بالبيت تركوها لبين ما يطلع عندي الفوم أو الرغوة على الوش، وبتأكد بهيك حالة إنه خميرتي شغالة. عم بستعمل كوب من الحليب ومجهزة نص كوب على جنب لحتى أضيفه بالتدريج، لأنه مثل ما قلت طحين القمح الكامل امتصاصه للسوائل بيختلف عن الطحين العادي. هلأ رح أضيف خليط الخميرة مع الحليب مع العسل، ورح بلش أعجن العجينة، ممكن بإيدي ممكن بالعجانة. وبعد ما تتشكل عندي عجينة، عندي هون 4 معالق من الزبدة، هدول مجهزتهم لحتى نعم فيها العجينة، رح حطهم قطعة قطعة. بس أنا قبل ما مد إيدي على العجينة وبلش لويت إيدي، عندي هون الحشوة. نحن بنستعمل بالعادة سكر أو سكر بني لحشوة السينامون، بس اليوم أنا رح استعمل عجوة اللي هو التمر المطحون، أو ممكن نجيب حبات تمر نقعهم بشوية مي مع بيكنج سودا، مع رشة صغيرة من بيكنج سودا بمي سخنة، بعدين طبعا بكون أعمل البزر منهم، وبعدين بطحنهم لحتى أوصل لهذا القوام. هلأ مع العجوة شو بدي أضيف؟ بدي أضيف معلقة كبيرة من القرفة، وبدي أضيف كمان معلقتين من الزبدة، ورح ضيف تقريبا نص كوب، ممكن زيده ممكن قللهم من المي كمان. أنا المي هون مي تكون دافية لحتى طري لي العجوة، رح ضيفها بالتدريج لحتى أحصل على قوام العجوة اللي بدي إياه. أكيد أنا رح فرجيكم قوامه كيف رح يطلع بالفقرة الثانية، ومجهزة هاي لحتى نعم فيها العجوة. بس أنا هون رح بلش أعجن العجينة وخلط هدول، وبالفقرة الثانية رح فرجيكم كيف رح يطلع قوام العجينة وقوام الحشوة، ورح نبلش كمان نمدها ونشكلها أكيد. بس لوقتها رح أترككم مع الصبايا تابعوا باقي الفقرات، برجع بلاقيكم بالفقرة الثانية. نحن أكيد بانتظار الفقرة الثانية. يعطيك ألف عافية يا شيف. يا رب. يعني دائماً بعد الأكل بنكون بحاجة لنمارس الرياضة ونساعد جسمنا على فقدان الحريرات والحفاظ على رشاقتنا، لهيك خلونا نشوف شو عنا تمارين جديدة برياضتنا الصباحية لليوم. صباح الخير. الرياضة ما عادت هي فقط بس مشان نحصل احنا على جسم حلو، كمان صارت معالجة، لأنه أي شخص بيعاني من أي مشاكل آلام بأي منطقة بجسمه، الرياضة حتساعدنا كتير إنه نحن نتخلص منها نحصل على جسم صحيح. ساعدنا اليوم انه نحن نقوي المفصل لحتى نقدر نمارس حياتنا والنشاطات اليومية بشكل مرتاح اكثر. رح نبتدي من الارض، رجل ثاني والثانية فرد. طبعا فيكم تكونوا انتم مسطحين على الارض وفيكم تكونوا على ركب، ما في مشكلة. هلا حنرفع رجلنا، اول شيء هي فليكس، وبنرفع فوق، نحن شادين على مستوى ركبة بس.
فينا اليوم. شكرا بحلقات جديدة، يعطيكم العافية. صباح الخير عن جديد. عائلة مؤلفة من الأم وثلاث أولاد حبوا هيك يبلشوا بمشروع خاص فيهم، يهتموا بكل تفاصيله، فهنن بيعملوا قصص ومنتجات من شامبو وصابون وكريمات وقصص تانية بدءا من الصفر حتى يتم تقديمهم للزبائن، ويكونوا كتير هيك أشخاص بيحبوا القصص الأورجانيك والطبيعية. صحيح يا رغد، والحلو أنه كل المواد طبيعية وآمنة 100%، يعني ما بتسبب حساسية أبدا أو أذى للبشرة. لنتعرف على هالمشروع العائلي حتكون معنا اختصاصية بالصناعات الطبيعية يمنى بكر اللي صارت معنا هلأ بالاستديو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباحك الله يحبك يا رب. يعني خلينا هيك نحكي بالبداية، شو هي المنتجات يلي أنتوا عم تعملوها، بالأخص أنه أنتوا فاميلي بزنس، خلينا نقول كذا حدا عم يوظف قدراته ومعلوماته لحتى يساعد بهي المنتجات. كل ما يتعلق بالعناية بالشعر والبشرة، العناية طبعا وليس العلاج، نحن بنصنعه من الصفر وحتى النهاية. يعني نحن بنبلش من زرع الأعشاب والنباتات، بعدين استخلاص الماءات، استخلاص المقطرات، استخلاص الزيوت، وتحويلها لمنتجات للعناية بالشعر والبشرة، مثل الصابون، مثل الغسولات، مثل التقشير، كريمات التقشير، الزبدات المرطبة، كل ما يتعلق، حتى ما يتعلق برموش، ما يتعلق بالأظافر. إنما الفكرة الأساسية اللي مبني عليها المشروع إنه يكون طبيعي من الصفر وحتى النهاية. طبعا على شو بتعتمدوا اليوم بمنتجاتكم؟ يعني اليوم في كتير مراكز، في كتير شركات وماركات، شو اللي بيميزكم عن غيركم؟ اللي بيميزنا مثل ما حكيت بالبداية انه بناخذ من النبتة، نبلش من النبتة، بنحاول قدر الامكان. هلا بجوز يجي حدا يقول لك انه ما في شيء طبيعي بالمطلق نقاب المئة، تماما صح، انما بنحاول قدر الامكان، يعني لدرجة ممكن يوصل لدرجة 99 او 98% طبيعي، الزيوت طبيعية، الماءات طبيعية، الاعشاب الطبيعية، بعيدا عن التجاري والكيميائي، لسبب انه نحن بمنطقة جغرافية مليئة بالكنوز والاعشاب والنباتات وخلايا النحل ومنتجات خلية النحل والعسل، يلي ممكن نستثمرها بشكل انه نعمل منتج يضاهي العالمي، نكسر فكرة انه الاجنبي افضل، لا الاجنبي ما هو افضل. بالاخص هلا الكل مقاطع الاجنبي، فهذا الشيء كثير مهم انه يكون في منتجات وطنيه. أكيد. فعلا منيحه وفعلا اثرها ظريف. خلينا نحكي عن الفكره، من وين طلعت، كيف بلشت، عندك ثلاث اولاد، شو دور كل واحد وشو دورك انت حتى بانشاء هي الفكره لحتى تعملوا هذا البزنس؟ تمام، انا بالبدايه انا كانت هوايه بالنسبه لي الزراعه والعنايه بالنباتات. بلشت فكر انه كيف بدي استثمر هاي النبتة، مثل المريمية، مثل اكليل الجبل، مثل في نباتات كثير موجودة عندنا نحن ما بنعرف قيمتها. صحيح، نحن بنفكرها اعشاب ضارة ومنشيلها اوقات، انما هي اذا بندرس وبنتابع وبنعمل البحث بيطلع انه هي لها فوائد كثير. فبلشت من هون فكر انه كيف بدنا نستثمر هدول. عندي حديقة صغيرة انا منزلية، يعني بلشت فكر كيف بدنا نستثمر هذا النبات لشيء يفيدنا. فكرت بصناعة الزيوت أو استخراج الزيوت منها. بلشنا بمكانات عصر يعطينا زيت معصور على البارد، أحسن طبعا هو أفضل من الزيت المعصور على الساخن، إنه كونه ما تعرض الزيت أو النبتة للحرارة فهي بتحافظ على جودتها، على المعادن والفيتامينات الموجودة فيها. بلشنا نحول بالبداية، اشتغلنا صابون. بلشت استثمر دراسة الأولاد، يعني عندي ثلاثة الله يخليكم أولادكم، كيف بقدر استفيد من دراسة كل واحد من الأولاد الصيدلاني بالإشراف العلمي والتركيبات، المهندس الكمبيوتر كيف بقدر استفيد منه بالتسويق الإلكتروني، بالجرافيك ديزاينر، بنتي فنون جميلة نفس الشيء، كيف بقدر استثمر دراستها بالشغل. عملنا نحن الأربعة المشروع ورائع حاليا كبزنس فاميلي، رائع كتير وحلو الحمد لله. الله يخلي لك يا الله يسلمك. الله يخليك. خلينا نروح هيك شوي على الصابون، شو المواد يلي بتتكون منه صابون، ومالك حتى أبدا مواد معطرة؟ يعني نحن ما ممكن نشوف شيء في شيء معطر للجسم، هلا معنا شوية أغراض بنقدر نشوف منه شوي. تماما، المكون الأساسي لصناعة الصابون هو الزيت،
طبعا نحن بلد غنيه بزيت الزيتون جدا، صحيح. يعني نحن بحوض البحر الابيض المتوسط مشهورين بزيوت زيت الزيتون، زيت الغار، زيوت كثيره، زيت اكليل الجبل طبعا كل واحد، زيت لافندر الخزامة، زيوت كثير، زيت البابونج، كل زيت من هدول الزيوت في له فائده لنوع معين من البشره. بلشنا بزيت الزيتون، عملنا زيت الصابون المكون الرئيسي له زيت جوز الهند مع زيت الزيتون. بالنسبه للعطور، العطور دائما العطور اللي بتستعمل بمجال العنايه بالشعر والبشره هي عطور تجميليه، يعني هي عطور وليست صناعيه، ليست البارفانات اللي بنشتريها من المحلات لنستعملها استعمال شخصي، لا، تجميلي هو اللي ما بيعمل، ومع ذلك اللي ما بيعمل تحسس للبشره، ومع ذلك ممكن يعني. انا بفضل انه نعمل منتجات بدون عطور، يعني المنتج اللي بيعنى بترميم البشره اللي مستخرج من شرانق النحل تماما، بنحاول وبنكتب يعني، وهي ميزه فيه انه يكون خالي من العطر. للاسف نحن بنلاحظ كثير بالمعارض اللي بنعملها انه اول ما يجي الشخص او اي حدا يفتح المنتج بيشم. لا، ما بدك تشم، انت بدك تسال شو فيه. كل ما حسيت ريحتها مو منيحه معناتها هي كثير منيحه. نحن هي الثقافه يعني. نحن كثير عم نحاول انه نغيرها، انه الرغوه والعطر ما بالضروره الرغوه المثيره تكون منتج جيد، وما بالضروره الريحه الفواحه كثير تكون منتج جيد. الجوده بتعتمد على شيء ثاني، على نوع الزيت، طريقه عصره، التركيبه، شو فيها مواد حافظه، قد ايه بتكون صالحه للاستعمال. في كثير شغلات، مثل ما قلت انه نحن عندنا كنوز، جنى النحل كثير مهم، شرانق الحرير موجوده بشجر التوت، ونحن منطقه غنيه فيها خصوصي الساحل السوري، كله عم نحاول نستثمره بالشغل عنه. صحيح، خلينا نحكي عن انواع الكريمات وكيف بيتم تركيبها، وعن العلب هدول انا هيك عندي فضول بس شوف الوان، بدي اعرف شو السيره. مكتوب لبان الذكر هون، لبان الذكر طبعا، لبان الذكر غسول البابونج، ايه احكي لنا عن خصائص هدول القصص. الغسولات هي بديل الصابون، يعني في عالم ما بتحب الصابون، ما كثير بتستسيغ انها تغسل بصابون، ففكرة الغسول هي عبارة عن صابون سائل لا يحتوي على مادة كيميائية، وبالأخص اللي هو هيدروكسيد الصوديوم، هاي الغسولات لا تحتوي على هيدروكسيدات الصوديوم، هي مصنوعة من ماءات، يعني نحن شو بنزرع إكليل الجبل بناخذ خلاصته المائية وبنصنع فيها الغسول، طبعا الإضافات بتكون زيوت، بتكون خلاصات كلها طبيعية مصنوعة من الأعشاب اللي نحن حكينا عليها، حتى الألوان، بمناسبة إنك سألتيني على الألوان، هي الألوان طبيعية، ألوان مايكا هي عبارة عن مساحيق الأحجار. حلو، لذلك يعني ما لها أي ضرر نهائياً. ما لها ضرر نهائي وبتروح مباشرة، يعني أنت بتشوفي المنتج لونه أخضر أو فريزي زهري أو أصفر، إنما بتغسلي ما في أي لون. الألوان المايكا أو الألوان الخاصة بمستحضرات التجميل، حتى المكياجات اللي بنستعملها الطبيعية اللي يعني عم بحكي عليها، هي فوراً بتروح بالتغسيل الطبيعي بمجرد ما حطيتي مي راحت، تعطي لون للمنتج وليس للبشرة. حلو، تمام. قديش بياخذ معكم وقت صناعة المنتج، وقديش ممكن هو إذا تخزن يضل صالح للاستخدام؟ هلا نحن عندنا صناعة المنتج بتاخذ وقت طويل، لأنه نحن بنبلش من العشبة، يعني بنزرع العشبة بنرعاها، ما بنجيب أعشاب من برا لأنه بنخاف من المبيدات الحشرية، بنخاف من الأسمدة، لذلك بنحاول نحن اللي عندنا شايفين بعيننا كيف عم نرعى، عم نسقي مي حلوة، المي نفسها اللي بنشربها كيف عم نعتني فيه، بياخذ وقت لأنه ببلش من العشبة بعدين أطفى بموسم معين، قد تكون هي على مدار السنة دائمة الخضرة، إنما في موسم معين لحتى نقطف العشبة ونجففها ونستعملها لنعمل فيها سواء الزيوت أو الماءات، يعني مقطرات المائية. مرورا بعدين بإضافة الزيوت، عصر الزيوت يعني بياخذ وقت منيح، وأوقات الصابون حصرا بياخذ وقت طويل، لأنه صناعة الصابون على البارد بدها فيما بعد حوالي 8 أسابيع لتقدري تستعملي الصابونة. لحتى يعني تضمني انه هيدروكسيد الصوديوم بالذات لحتى يتبخر تماما مشان ما يأذي البشره. حلو، بياخذ وقت كمواد طويل. كمواد تخزينيه قديش بدها لتنتهي صلاحيتها؟ غالبا او دائما كل منتج في له عمر افتراضي مع وجود مواد حافظه، وحتى استعمال مواد حافظه بنحاول قدر الامكان انه يكون مواد طبيعيه. هي لها نسب معينه، ما فيك تقللي او تكتري، يعني مو كل ما زدنا ماده حافظه يعني افضل، اكيد لا، اوقات بيعطي نتيجه عكسيه. ففي لكل
مادة حافظة نسبة معينة بالمنتج. تقريبا بيوصل لسنتين طبعا حسب الشروط، بدي عرضه للشمس اكيد بده يخرب، بدي عرضه للحرارة اكيد بده يخرب، بدي احفظه كما تحفظ الأدوية، جاف مكان ما بدي اقول عاتم انما ما في شمس، بيوصل لسنتين. بس نحن للاحتياط بنكتب عليهم انه يعني بين السنة والسنة ونص. حلو. لا يفضل انه نحتفظ فيه لفترة طويلة، حتى الاستعمال بيأثر على يعني ممكن انه الاستعمال بالايد اذا كانت ما نظيفه ما معقمه او مجرسه ممكن كمان يأثر على استخدام على عمر المنتج وخصائصه. شكرا كثير لوجودك معنا، نورتينا. الله يسلمك يا رب، وان شاء الله بالتوفيق. الله يخليك يا رب، شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. الله يسلمك. افتحوا ابواب المستقبل واكتشفوا الافق الواسع مع مركز جلجامش. استعد لرحله تعليميه استثنائيه تجعلك تبرع في عالم السياحه والضيافه إدارة الأعمال، فأنت مرحب بك معنا مهما كان عمرك أو شهادتك، لتعيش في متعة الخبرات العملية والأكاديمية، لتصبح مهيئاً لجميع فرص العمل التي ستكون بانتظارك بعد حفل التخرج السنوي الذي ستكون أنت بطله، وبشهادة دبلوم معتمدة عالمياً. ومهما كنت بعيداً فمواصلاتك مؤمنة. لا حدود للإبداع والتطور مع مركز جلجامش، نحن بانتظارك. يسعد صباحكم عن جديد، وصار الوقت لحتى نكمل وصفتنا لليوم. اليوم عم نعمل سينابون أو السينامون رولز بس بطريقة صحية. عملنا العجينة وعملنا الحشوة بالفقرة الأولى، هلأ وأنا عم بشتغل رح أرجع عيدهم على السريع. قبل ما بلش هون بالعجينة لفة، هي العجينة اللي عجناها مع بعض، طبعاً بحطها بغطيها وبتركها ليتضاعف حجمها. رح فرجيكم قوامها كيف بتكون طرية وما بتلزق وقت بحط إصبعتي عليها، ما بتلزق بس هي بتكون طرية مثل ما قلت. والحليب ما أخذت معي كل كمية الحليب، مو الكوب ونص، تقريبا أخذت كوب وربع مثل ما قلت لكم. أنا الكوب حطيت معه الخميرة والعسل، كوب الحليب والنص كوب تركتهم على جنب لحتى زيد، وأنا عم بشتغل وأنا عم بعجن حسب احتياج الطحين، باعتبار عم بستعمل طحين القمح الكامل. أخذت معي كوب وربع، بعدين حطيت كمية الزبدة ونعمتها لصارت معي بهذا القوام، بتركها ليتضاعف حجمها. هلأ أنا هون اللي بدي أشتغل فيها هي نص كمية العجينة، لأنه نص الثاني كنت عم أشتغل فيها وعم بعملها رولات لحتى نلحق نشويها بالفرن، وهلأ رح أحكي عن حرارة الفرن. بس قبل ما نبلش بكل هدول، نحن دائما السينابون بنحط عليه صوص، آخر شيء صوص الجبنة بعد ما نطلعه من الفرن، فخليني أخلطه معاكم ونحطه على جنب أو نحطه بالبراد لا يستوي حبات السينابون عنا. عندي هون كوب من الجبنة الكريم، فيكم تستعملوا جبنة الكريم الخفيفة الدسم مثلا أو العادية، يعني كله طيب وكله صحي بالنهاية. رح حلي الجبنة بمعلقتين من العسل، ورح أضيف للنكهة تقريبا نص معلقة صغيرة من الفانيلا. الفانيلا اللي عم بستعملها مو فانيلا خام، الفانيلا العادية. إذا بدكم تستعملوا الفانيلا الخام بتحطوا رشة صغيرة، لأنه طعمه إذا كترنا بيطلع كتير مر. هذا الصوص رح خلطه وأحفظه بالبراد، وبعدين رح زين فيه وش العجينة أو وش حبات السينامون بعد ما طلعها من الفرن وتنخبز. رح خليهم على جنب لحتى نشتغل بالعجينة. قوام العجوة اللي حضرناه هيك بيطلع شوي سميك، أنا فردتهم لأنه بياخدوا وقت بصراحة. بحاول هلأ هون آخر العجينة ما بخلي عليها حشوة لحتى أقدر لفة وما تطلع الحشوة لبرا، بس على الأطراف بحاول مدة، وبدي مدة بإيدي لأنه مثل ما قلت لكم هي شوي بتكون سميكة. طبعاً يعني الطبقة فيكم تسمكوها ترققوها أنتو حسب قديه بتحبوا كمية الحشوة تكون موجودة بقلب السينابون. هلأ هون بعد ما وزعتها، بحاول وزعها بطريقة قد بعض العجوة، أنا حطيت لها بس قرفة وحطيت زبدة وخففت العجوة بشوية مي، لأنه أكيد بتعرفوا العجوة بتجي هيك سميكة وقاسية، فلازم نخففها بشوية سائل، والمي لازم تكون دافية أو سخنة حتى. أنا استعملت دافية لحتى أقدر أعجنها بإيدي ما تحرق لي إيدي، بس لو إذا معكم وقت غمروها بمي سخنة وتركوها شوي لتطرى، بعدين خلطوها كتير منيح. هلأ هون آخر الشيء، شايفين هاي المسافة اللي تركتها لحتى أقدر أنا أسكر العجينة وما تطلع معي الحشوة لبرا.
طبعا مديت العجينه يعني بسماكة تقريبا 2 ل 3 ملي مو اكثر، لانه العجينه اصلا هي رح ترجع هلا تنتفخ. بعد ما اقطعهم وحطهم بصينيه الخبز بتركهم بغطيهم بتركهم 10 دقائق لحتى ترجع ترتاح العجينه وترجع تنفخ معي شوي، وبعدين بفوتها على فرن. الفرن حرارته 180 بتاخذ تقريبا بين ال 25 لل 30 دقيقه. بعد ما مدها بحاول هيك ظبطها بايدي لحتى يكونوا الحبات كلهم تقريبا نفس السماكه. هلا تقطيع السينابون فينا نقطعهم بسكينه او هو الافضل يعني الاريح وبيعطيني هيك تقطيعه نظيفه انه انا اقطعها بالخيط. ببلش تقريبا اول شيء اول تقطيعه من النص، وبعدين كل قطعه بقطعها بالحجم او السماكه اللي بدي اياها، ما كثير منرققها وما كثير كمان منسمكها. شايفين كيف الرول صار من جوا؟ هلا العجينه رح تنتفخ، مشان هيك انا شوي كترت حشوه، لانه هي اصلا يعني انا بدي احسب حساب انه العجينه كمان رح ترجع تنفخ عندي، فحلو انه هيك تكون الحشوه ظاهره بقلبها. وانا عم اقطعهم رح احكي لكم على السريع، ارجع عيد مقادير العجينه. العجينه كثير بسيطه، هي مقاديرها كثير سهله، بس المهم جيبوا طحين قمح كامل. استعملت 3.5 كوب من طحين القمح الكامل مع رشه صغيره من الملح ومزيج الخميرة. حطيت كوب، أول شيء بلشت بكوب من الحليب، حطيت معها معلقة كبيرة من الخميرة وثلاث معالق من العسل، وبعدين تركتهم شوي. هو يفضل أنه ينتركوا شوي ليتخمروا، والحليب لازم يكون دافي شوي. وبعد ما عجنت العجينة حطيت 4 معالق من الزبدة، يعني بعد ما العجينة تاخد تحسوها أنه خلص صارت طرية بس ما عم تلزق بالإيد، وضفنا للسوائل أو كمية الطحين اللي منضيفة لحتى نعدل العجينة. بعدين آخر شي بحط الزبدة وبنعم العجينة بالزبدة 4 معالق وبعجنها كتير منيح وبتركها ليضاعف حجمها. هلأ أنا رح أتسلى بهدول، قسمهم وحطهم بالصينية ورح احطهم بعدين بالفرن على حرارة 180، بياخذوا تقريبا بين ال 25 لل 30 دقيقة. وإذا فرنكم ما بيشتغل من فوق ومن تحت مع بعض، أول شيء بشغل من فوق لبين ما يشقروا عندي الأطراف، بعدين بشوية من فوق. أكيد مثل العادة النتيجة النهائية رح تشوفوها بآخر الحلقة، ولوقتها رح أرجع أترككم تابعوا باقي الفقرات مع الصبايا وبرجع بلاقيكم بآخر الحلقة. يعطيكي ألف عافية يا رب، كنا راجعين لعندك. شكرا كثير يا شيف. أجمل عطايا الدنيا هي تقديم الرعاية وتقديم شعور الأمان سواء مادياً أو معنوياً، وخصوصاً لما نكون عم نتعامل مع فئة هي بركتنا بالحياة، وهي فئة المسنين يلي بيحتاجوا دائماً للرعاية الصحية والنفسية والجسدية، يمكن مو قادرين ياخدوها ببيوتهم لظروف معينة، ويمكن كثير أشخاص بحاجة هذا الحنان أو بحاجة هذا الشعور بالأمان. تمام يا رغد، ولهيك زميلنا علاء عيسى حيخبرنا اليوم عن قصة شاب كرس وقته وجهده وأسس مركز لعراية وخدمة المسنين يلي بيحتاجوا أكبر قدر من الاهتمام والرعاية بفريق عمل تطوعي رائع مصر على إعطاء هالخدمة لفئة مهمة بمجتمعنا. تابعوا هالتفاصيل كلها مع زميلنا علاء عيسى. الشخصية القوية والنية الطيبة وحب الخير ما يحتاج إليه الشخص للتغلب على المصاعب والعوائق التي يصادفها في حياته. وخير من عبر عن هذا المعنى هو الشاب نبراس أبو هدير الذي كرث نفسه لخدمة وتغيير النظرة السلبية المستبعدة من عقولنا إلى نظرة حب وإعطاء روحا جديدة في مكان جديد. بدأت الفكرة تقريبا من 6 سنوات، أنا كنت مغترب خارج البلد، فكنا نلاقي مشاكل مع أصدقائنا اللي تاركين أهلهم هون وما بيقدروا يلاقوا أي حدا يقوم برعايتهم بتأمين احتياجاتهم على الأقل الأساسية في المنزل. ف يعني من هون بديت الفكرة إنه
نعمل شيء هيك يفيد هاي الفئه كبار السن بالذات، انه خليهم يستفيدوا ونريح ابنائهم المغتربين بالخارج. يعني هاي الفئه مهضوم حقها بشكل عام بالوسط الاجتماعي عندنا، لاعتقادهم انه كبير السن خلص انه هو قادر وصل لهذا العمر وبعده قادر يقوم بحاله، قادر كيف ما كان بيقدر بيرتب اموره. العكس هو صحيح، المسن دائما بحاجه حدا يرعاه. يعني بنشوف كتير جمعيات مختصه بالمعاقين، بالاطفال، بالمشردين، بكذا، لكن هاي الفئه المسنين بالذات حتى الجمعيات اللي على الارض ما عم تقدر توفر لهم هاي الرعايه المنزليه او انه الحاجات الضروريه اللي بيحتاجها المسن. نحن بنقدم رعايه طبيه، بيجوا بيزورونا كثير اطباء بس عرفوا بالمشروع صاروا يتبرعوا يجوا بوقتهم وجهدهم يعني ويعملوا فحوصات للنزلاء. اجتماعيا في عنا مرشده نفسيه بتحاول دمجهم، اول شيء مسنين مع بعض ندمجهم مع بعض بحيث انه بتعرف انت يعني كل واحد جاي من ثقافة مختلفة من مكان مختلف. نحن بنستقبل حالات العجز الجزئي والكلي، يعني استقبلنا حالات عندها جلطة دماغية مستلقية تماما ما بتقدر تقوم بأي حركة، فنحن بنقوم بعملية النظافة الرعاية الشاملة لإلى هاي الحالات اللي حتى لو أبناء موجودين معهم يعني هي عبء كبير عليهم. نحن عم نعمل هلق فريق تطوعي يقوم بخدمات زيارات للمنازل، مو بس عنا ضمن المنشأة، لا بدنا نزورهم بالمنزل ونقدم لهم الرعاية المنزلية. فهذا الفريق إن شاء الله رح يقدر يحل أزمة عدد أكبر بكتير من اللي عم نقدر نحلها هون بالمؤسسة. في دار المسنين ترى الحاجة كبيرة للاهتمام، لتفكر بين اللحظة والأخرى بأهمية هذه الفئة رغم صعوبة حالتها الصحية. ففريق العمل كان حريصا على أداء مهمة هي الأرقى والأبدى بين شتى المهام، بإعطاء الكثير من وقته لخدمة مسنين يعيشون بحالة من السعادة والحب والفرح في هذا الدار. تسمية كان متفق عليها أن نسميها دارنا، يعني دارنا من الريف، يعني تعرف أنت بيت العيلة أو هذا بيتنا أو دارنا. هاي الدار هي أمان لكل حدا بحاجة لأنه يأمن على أبوه وأمه. أنا بحب المسنين بشكل خاص، يعني بحبهم كتير كتير وبحب المعاملة معهم، لأن كلنا بدنا نكبر وكلنا عنا أهل وكبروا وكانوا بحاجة لعطف ولا حنان ولأنه مين يحن عليهم. فأنا من هذا الباب بحب المسنين وبحب الرعاية. ختاما في هذه القصة نظرة جديدة لدار تضم في كيانها وطياتها أجمل معاني الحب والعطاء والخير. بنلعب طاولة لحنا والمعلم ولحنا والأخ جورج أبو إيلي، بس كله تعبان ما حدا بيعرف يلعب. لا مو في غش، ما في لعب، عم نغلب الكل. باشي نهار إذا بتلعب طاولة تعال نطقك دق. من هذا المكان انتهت قصتنا، إلى اللقاء. صباح الخير ومرحبا عن جديد. وصلنا للفقرة الطبية، رح نحكي فيها عن موضوع جدا مهم وبالأخص للنساء يلي بتعاني من الشعرانية الزائدة يلي بتؤدي لظهور شعر يمكن قاسي وداكن بأجزاء من الجسم المختلفة، وبيكون متنوع الكثافة، وهذا الشيء طبعا ممكن يسبب إحراج للمرأة أو الصبية بعمر صغير. لهيك هذا الشيء المرضي بحاجة لعناية ورعاية طبية متكررة لحتى يتعالج قبل ما يتفاقم أكثر ويسبب مشاكل نفسية وقصص ثانية. تماما يا رغد، وبفقرتنا الطبية لليوم حنتعرف بشكل أوسع عن أعراض الشعرانية وأسبابها بالإضافة لتأثيرها على مناطق الجسم المختلفة، وختاما حنتعرف كمان على أبرز الحلول وطرق العلاج. تفاصيل وأجوبة كثيرة حنتعرف عليها مع الدكتور زياد زودة، استشاري بأمراض الغدد والسكري. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور.
صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. يعني خلينا نحكي بالبدايه عن سبب انتشار ظاهره الشعرانيه او الشعر الزائد عند النساء والسيدات والصبايا بالاخص بحوض البحر المتوسط. هل فعلا في ارتباط ما بين الطبيعه والمناخ وهذا المكان الجغرافي ونوعيه البشره وكثافه الشعر بهذا المكان؟ هلا له علاقه بالعرق، يعني نحن عند الوقت حتى وقت كنا باوروبا وقت يراجعونا كانوا يراجعونا الايطاليات الاسبانيات اليونانيات، نادرا ما يراجعونا من شمال اوروبا، يعني وقت تكون البنت بيضة وشعرها اشقر وهيك نادرا ما نشوف عندها هالمشاكل، بصير اكثر عند سكان بحر الابيض المتوسط لانه سمر البنات السمار كثير حلو بس الشعر باماكن غير مرغوبه مزعج جدا طبعاً. ويعني مقلق وحتى جماليا بداية كتير بالأخص المرأة الشرقية يمكن تماما. هلا هو اي يعني شعر مثلا بيطلع سوالف، بيطلع شعر بمنطقة الدقن بالرقبة حوالي حلمة الثدي بالبطن كله حتى بالجسم ما بتلحق تشيله برد بيطلع مرة تانية، يعني هي شغلة مزعجة جدا ويعني نفسيا تنعكس على المرأة أو حتى على المحيط يعني بشكل كتير سلبي. هلأ شو أكثر الأسباب؟ الحقيقة نحن كل مرأة عندها كمية صغيرة من الهرمونات الذكرية. هلأ الهرمون الذكري نحن نسميه الأندروجين بامتياز هو التستوستيرون. نعم. موجود عند المرأة بشكل كتير طفيف. هلأ بس تختل النسبة وتزيد لو بشكل طفيف بيأثر على الموضوع. بيصير بيطلع شعر بأماكن غير مرغوبة مثل ما قلنا. وحتى بيتساقط شعر الرأس وخاصة بالمنطقة الأمامية. ليش بالمنطقة الأمامية؟ لأنه الرجال إذا بتلاحظوا أكتريتهم وقت يصلعوا بيصلعوا من قدام، صحيح، يعني التستوستيرون بيكون عالي عند الرجل وبالتالي بيأثر على الشعر بالمنطقة الأمامية. بس يصير في تساقط للشعر المنطقة الأمامية وشعر بمناطق غير مرغوبة عند الأنثى لازم نفكر بزياده بالاندروجين وبالتستوستيرون. نعم. في شغله كثير مهمه بدي اقولها لكل مشاهدينا. تفضل. انه نحن اذا عملنا تحليل دم عندنا عده هرمونات، مو هرمون واحد ذكري بنحلله. بس حتى لو طلعت الهرمونات الذكريه مخبريا طبيعيه، مو معناتها ما عندنا شيء. هي دائما الالتباس بشكل يومي، دكتور انا حللت طلعوا تحاليل الهرمونات طبيعيه. بيكون على مستوى المستقبل الهرمون حتى يشتغل بده يرتبط بشيء ثاني اسمه ريسبتور، وبالتالي اثنيناتهم بس يرتبطوا ببعض بيفعلوا الجلد والشعر بالجلد والحب الشباب بالجلد. معناتها اذا كان بالدم طبيعي وعندنا مظاهر سريريه واضحه بدنا نعالج، مو لا نطلع الهرمون طبيعي معناتها ما عندي شيء. طيب ما عندنا شيء ليش لكان في عندنا شعر بمناطق غير مرغوبه؟ عندنا حب شباب عم يطلع اوقات بالوش بالظهر، عندنا خربطه بالدوره الشهريه، اوقات بتيجي غزيره كثير، اوقات بتيجي خفيفه، اوقات بتيجي مؤلمه جدا بسميها عسر طمس. نعم صح. بسبب خربطه بالهرمونات. ولازم اراجع طبيب الغدد مو طبيب ثاني. تمام. هلا دكتور مثل ما ذكرت حضرتك اول ما نشوف بنت مش عرانيه بنقلها دغري روحي عند دكتور نسائيه، اكيد في خربطه هرمون، شو الاسباب الثانيه اللي ممكن تكون غير خربطه الهرمون لزياده الشعر؟ هلا هي قولا واحدا ما هي خربطه هرمون، بس مصدر الهرمون ممكن يكون من المبيض. في عندنا في تنازر كثير شائع وبنسمع عنه كثير، مبيض متعدد الكيسات. تمام. اكيد سمعانين عنه كثير، بنشوفه كثير، وفي علاقة بين السكري النمط الثاني عند الأهل أو عند الجد أو عند الجدة وزيادة الهرمون الذكري واحتمال مبيض متعدد الكيسات يكون أكثر هو شائع. في علاقة كثير، وحتى في دواء بنعطيه لمريض السكري اللي عنده سكري نمط ثاني وبنعطيه اللي عنده مبيض متعدد الكيسات أو عنده زيادة شعرانية. الميتفورمين تركيبه. تمام صح. طيب أنا ما معي سكر، هذا بينزل انه في عندنا زياده مقاومه لعمل الانسولين، تكون في عندنا زياده شعرانيه قولا واحدا عندنا زياده مقاومه لعمل الانسولين. وهالدواء بيساعدنا. نعم.
نحن يمكن مبيض يكون، يمكن الغدة اللي فوق الكلية اسمها الغدة الكظرية. صح. الغدة الكظرية فيه ثلاث أجزاء منها. من القشر بيطلع هرمونات، مثلا بيطلع هرمون ذكري، وبيطلع تست كمان هرمون اسمه كورتيزول. كمان وتزيد ممكن يسبب زيادة، ممكن الكورتيزول يلي عندهم ارتفاع مثلا بالوزن، يمكن يلي عنده ربو، يلي عنده مشاكل مفصليه وعم ياخذ كورتيزول لفتره، بتلاقي بصير بيطلع شعر بالوش وبالجسم. صحيح. لانه الكورتيزول بحاكي الهرمونات، عمل الهرمونات الذكريه. نعم. يمكن يكون لا سمح الله ورم، اذا عم يطلع شعر بسرعه كثير كثير بشكل صارخ، بدنا نفكر انه يكون في ورم، اما بالمبيض اما بالكزر اما باماكن ثانيه. نعم دكتور، كثير في عالم بتقول انه موضوع الشعرانيه وراثه، هل هذا الشيء صحيح؟ وشغله ثانيه بدي اسالك اياها، في شيء اسمه نشاط خميره الفا 5، هو له علاقه بالنسج المحيطيه والاستجابه يمكن بهي المناطق بالجسم خاصه ببصيلات الشعر، يا ريت تشرح لنا اكثر، هو مصطلح طبي معقد. لا، في خميره رغد اسمها 5-ألفا-ريدوكتاز. 5-ألفا-ريدوكتاز موجودة بالطبقة الشحمية. نعم. كل ما زاد سماكة الطبقة الشحمية، يعني كل ما زاد وزن المرأة، كل ما صارت الخميرة مفعلة أكثر. وبالتالي هي الخميرة بتحول التستوستيرون يلي قلنا عنه لهرمون أقوى بمئة مرة اسمه ديهيدرو تستوستيرون. يعني كتير شغلة مهمة، والسؤال كتير مهم، انه الخمسة الفا ريدوكتاز موجودة عند كل سيدة، بس بتكون اذا عندنا وزن مثالي بتكون فعاليتها بس خفيفة كتير. كل ما زاد وزن المرأة وخصة بالبطن بالورك، كل ما تفعلت هالخميرة اكتر وحولت التستوستيرون لديهيدرو تستوستيرون اللي اقوى بمئة مرة، وبالتالي تصير مشاكل بتزيد كتير. هي شغلة مهمة. العامل الوراثي عامل مهم، احنا قلنا انه في علاقه بين السكري النمط الثاني وبين الشعرانيه، وغالبا بس نسال يعني كل يوم بيجينا على العياده، تجي الام وبنتها، بنسال البنت اول شيء، مثلا اجتني سيده الخميس اولت امبارح مع بنتها جايين تعالجوا اثنيناتهم، البنت بلشت بالشعرانيه وهيك، في حدا بالعيله عنده سكري؟ ايه، الوالده او الجده او الجد، بس سكره طبيعي؟ لو سكره طبيعي، احنا ما عم نحكي عن الجد او الوالد شو سكره، بس في عنا مورثات من وقت ما منولد منتسبة، وهي المورثات بتضل معنا، نمط حياتنا بيلعب دور، نمط أكلنا لأنه نوع الطعام كمان، كل ما كان في سعرات حرورية أكثر كل ما أدى لزيادة سماكة الطبقة الشحمية بمناطق معينة. العامل الوراثي بيلعب دور، بس نمط الحياة بيفعل. الحركة، كل ما تحركنا أكثر كل ما ساعدنا انه الامور تتحسن، مع تنوع الطعام والحركه، وبعدين نحكي على المعالجات الدوائيه اللي ممكن تساعدنا. تمام دكتور، ممكن يكون للمستحضرات الكيماويه تاثير على زياده الشعر؟ تماما، على وجهنا او بجسمنا. نحن كنا عم نحكي ماري قبل شوي على اللي بيستعملوا الكورتيزونات، لا عندهم ربو، عندهم مشاكل مثلا، عندهم تحسس، عندهم شيء، وبيستعملوا اوقات حتى هن لوحدهم الكورتيزونات. هلا المراهم، في كثير بفكروا انه المراهم هي موضعيه، تمام، المراهم بتحتوي على الكورتيزون كمان، يمتص عن طريق الجلد وفيت للدوره، بفوت للدوره الدمويه وبالتالي بيعمل لنا مشاكل. في بعض الادويه كمان ممكن تاثر، في علاقه بين ارتفاع البرولاكتين عند الانثى وبين زياده الهرمون الذكري. كل سيدة أو كل آنسة عندها ارتفاع بهرمون الحليب اللي اسمه برولاكتين، لازم نفكر ونتحرى إذا في عندها زيادة بالأندروجين بالهرمون الذكري. وإذا ما عالجنا، يعني بيعطوا وقت الحبوب اللي بتحتوي العلبة على حبتين، خدي نص حبة، مثل واحد عم يجعوا راسه وضغطه مرتفع، أعطيناه سيتامول بس ما عالجنا الضغط اللي هو سبب وجع الرأس. معناتها نحن بدنا نعرف ارتفاع برولاكتين دوره على سبب. في كتير أدوية بناخدها نحن بشكل اعتباطي، منفكر إنه هالأدوية آمنة، دواء بين قوسين بسموه واقي للمعدة أو مغلف للمعدة، صح، دواء سيء جدا بيتاخد
بحذر شديد وتحت إشراف طبي ولفترة زمنية محدودة. مو مدى الحياة؟ أكيد لا. في كتير دكتور، أنا باخد الحبل، باخد أدوية كتير من بعدها. صح، هذا ما له دواء، هذا بيخفف حموضة المعدة وبيأثر بشكل سلبي على كل الأعضاء وبيرفع البرولاكتين وبيزيد المشاكل. وحموضة المعدة ضرورية للإنسان. كان رب العالمين ما أعطانا إياها. إذا حموضة المعدة بدنا ناخد واقي مشان نروحها. صحيح دكتور، هل في فعلا ارتباط اليوم ما بين المكملات الغذائية يلي بتاخذها المرأة مثل الحديد، مقوي الأظافر والشعر، بتكون مثلا بنت عاملة ليزر كل حياتها ومرتاحة ومبسوطة، فجأة بتقول صار يطلع لي شعر بأماكن أنا مالي بالعادة عم تطلع عندي، وفي كمان نساء على الحمل والولادة كمان بيصير عندها هذا الشيء كأنه بتتخربط الهرمونات أو ما بعرف، فهل فعلا في ارتباط؟ الحمل بيصير في يعني تغيرات هرمونية، وممكن بعض السيدات أثناء الحمل أو بعد الحمل تظهر اللي هي وبعدين بتغيب بعد الحمل. بس سألتيني عن المكملات الغذائية، نحن الحقيقة السوق مشبع، وحتى كتير من المكملات الغير مرخصة اللي جاية بطريقة ما أنا مزبوطة تحتوي على أدوية ما بنعرف شو هي يعني، وهي ممنوعة عالمياً. بقى نحن إذا الدواء بيحتوي مثلاً على الحديد فقط مفروض ما يساوي شيء، بس إذا في بقلبه متممات ما بنعرف شو مصدره بيعمل. وحتى المينوكسيديل بيتستعمل بخاخ، هذا كتير آمن مشان يساعدنا أنه يطلع الشعر بالرأس، بده يستعمل بشكل يومي على فروة الرأس، إذا إجا على الوجه مينوكسيديل بيطلع شعر بالوجه. هلأ في أدوية حبوب فموية، هي فيتامينات فيها بانتينول، فيها يعني بيبانتين، فيها بيوتين، هي منيحة، بس كمان بدنا ننتبه لأنه مثل ما بتقوي شعر الرأس حتقوي شعر الجسم، بتقوي شعر الجسم، يعني بدنا ناخذها دائما بإشراف طبي. طبعاً. شو العلاجات الأولية لهذا الموضوع، وقديش ممكن فعلاً ياخذ معي وقت؟ يعني ممكن أنا أطيب بشهر شهرين ثلاثة وقت أنا بعالج مشكلة الهرمون، أو هي لا خلص تمتد سنة وسنتين وثلاثة؟ حتى أكون كتير صريح مع كل المشاهدين يعني خصوصا للسيدات، ما في علاج جذري انه بناخده نحن ومنطيب. عمر جذر الشعره 6 أشهر. تمام. يعني اذا بدنا نبدا بالعلاج اليوم بدنا 6 أشهر لنبدا نتحسن. فبدها صبر. بدها صبر، اذا ما عندنا صبر ما ناخذ الدواء. هلا بدنا نفرق، عندنا زياده وزن ولا ما عندنا زياده وزن؟ اذا عندنا زياده وزن ممنوع نستعمل ادويه هرمونيه على الاطلاق. بدنا نستعمل أدوية غير هرمونية. تمام. نستعمل الميتفورمين اللي حكينا عليه وهو آمن، بس نزيده نزيد عياره بالتدريج ويأخذ بعض الطعام حصراً وليس على معدة فارغة. في دواء مدر للبول تركيبه سبيرولاكتون كمان بيساعدنا بقوام الشعر، بينعم لونه بيفتح بعدين بيصير بيهر. بعدين فينا نستعمل نحن معالجات تجميلية، بس إذا ما عالجنا داخلياً ما مستفاد، بيرجع بيطلع مثل الليزر، البنات ضلوا يعملوا تماما ليزر كل عمرهم. صح. هلا في دواء تركيبه فيناسترايد، تركيبه العلمي. فيناسترايد هو ماده بتثبت الـ5-ألفا-ريدوكتاز، الخميره اللي حكينا عليها قبل شوي. هلا مكتوب على العلبه لا يعطى للنساء، يعطى للنساء بشكل امن بس لا يعطى اثناء الحمل. وبإشراف طبيب اكيد. بيقروا على العلبه دكتور لا يعطى للنساء. انا اذا انت مالك مخطط للحمل عم تستعملي شيء مشان ما يصير في حمل، ما في مشكلة، الفينسترايد فينا نستعمله. هلا إذا عنا نزول بالوزن فينا نستعمل أدوية هرمونية لفترة معينة يلي هي تركيبة مختلف تماما، يعني نقول نحن اسمه العالمي أندروكور أسيتاد سيبروتيرون، هو اسمه العلمي. تمام. بس طبعا بيكون بإشراف طبي أكيد، وده تاخد دواء لفترة طويلة تحت إشراف طبي مع تغيير نمط الحياة اللي حكينا عليه، نغير نوع أكلنا وليس كمية الأكل. قد ما بدنا ناكل خضرة موسمية ما أنا بلاستيكية، ما بدنا عصير، ما بدنا معجنات، ما بدنا بروستد، ما بدنا مقالي، ما بدنا نوعا ما محرومين من كل الأشياء تقريبا اللي هي مضرة. هلأ هي كتير سيئة، الكاتشب والمايونيز والنودلز اللي بيحطوا عليها شغلات يعني كتير سيئة، معلبات ما بدنا، بدنا كلي فريش وأورجانيك ومانو، ما في شيء بلاستيكي. تمام، شكرا كثير دكتور على المعلومات اللي دائما هيك بتزودنا فيها، يعطيك الف عافيه ويسعد صباحك. يخلي لي اياكم صباحكم وكل اوقاتكم. فاصل صغير وبنرجع لنكمل باقي فقراتنا.
يا صباح الخير عن جديد. يعني نهاية الأسبوع كانت مع نجلة أباني وبداية الأسبوع كمان، وأخباركم وحظوظكم وكل هاي التفاصيل رح نعرفها مع المدام اللي انضمت لنا الاستوديو. صباح الخير. صباحك خيرات يا رب. صباح الخير يا نجلة. صباح الخير للجميع، تضلوا بخير وأيامكم سعيدة. اليوم 28 أكتوبر 28/11/10 تمنياتي لكم بالسعادة. على فكرة الشهر الـ11 أفضل بكتير من هذا الشهر، فإن شاء الله الخير للجميع يا رب العالمين. طبعاً لسه في 10 أيام من التعب على كل الأحوال، هذه العصبية اللي نحن كلنا عم نعيش فيها، العنف شوي، وسببه طبعاً وجود المريخ في برج العقرب، وجود عطارد في برج العقرب، عطارد كوكب السفر الأوراق المستندات، المريخ هو كوكب الطاقة بس والحماس، لكنه بيسحب هاي الطاقة والحماس بيجعلنا هيك مكسلين أو عنا نوع من أنواع المضايقات النفسية والجسدية. لو كنا من مواليد برج الأسد، لو كنا مواليد برج الثور، وبالتأكيد برج الدلو. الزهرة ما زالت تتقدم في برج العذراء، يعني لسه بدها 10 أيام، 8/11 لتطلع من برج العذراء وتدخل على برج الميزان، تبلش الأمور أفضل بكتير، وإن شاء الله يكون لكلنا يا رب العالمين. هي دائماً الكواكب بالميزان بتعمل نوع من أنواع التوازن، بتعمل نوع من أنواع هيك اللطف بالتعامل مع الآخرين عموماً. بس لو كنت من مواليد الجوزاء، من مواليد برج القوس الحوت، فانتبهوا شوي على أموركم الشخصية، لا تعتبر كتير الأفضل. أول أخباري لمولود برج الحمل اللي عنده نوع من أنواع القصص المالية اللي عم بيناقش فيها. الحمل لازم تخفف إسرافك قدر المستطاع، وأنت تمتلك القدرة على ذلك، لاحق أمورك بنفسك، حظوظك مساعدة بهي الفترات، بس يعني صرفك لأكثر من اللازم هي قصة دائماً على كلين، لا هلأ ولا قبل ولا بعدين. خفف مصروفك اللي ما له داعي، لأنه في نوع من أنواع الإيجابيات على الصعيد المالي. هلأ معنا الأمور سيئة على كلين على الصعيد المالي. مولود برج الثور، اليوم القمر ببرجك أفضل بكتير من اليومين ثلاثة اللي مرقوا اللي كنت بكركب فيهم ومعصب ومعاند على الغالب. هاي الأيام لا، في تعاطف بقى مع الآخرين، أنت أكثر لباقة، أكثر لطف، حاول تختار ما يناسبك وضع النقاط على الحروف. مشغول بأمورك الشخصية بوجود الزهرة طبعاً في برج صديقك العذراء. أنا برأيي الأسبوع أو الأسبوعين الجايين عم تتصاعد وتيرة النشاط العاطفي وعم تجذب الناس لألك، وعندك هيك نوع من أنواع النشاط الجيد، في رغبات عم تحاول تحققها. مولود برج الجوزاء، أنت اللي اليوم عندك مسؤوليات، عتب أو عصبية أو إهمال من الطرف الآخر، كأنه محتاج حدا يدللك، يغنجك، يقدرك، يمدحك، يفهم تصرفاتك. يعني اليوم في هيك نوع من أنواع العتب بينك وبين الآخرين، أو أنت عم تعزل نفسك ومتألم على الغالب والأمور ليست على هواك. حاول أنه ترتب أمورك وثق بنفسك وابتعد عن الشك. مولود برج السرطان، اليوم اجتماعي بامتياز، عندك دعوة، مناسبة، سفرة، علاقات إيجابية، تعارف جديد، كل واحد حسب وضعه بالنتيجة، أكيد مو كل هدول، بس أمورك دبلوماسية، العلاقة بالزيارات، العلاقة بوعود، وأنت مزدهر عاطفياً عموماً، يبتسم لك الحب وغالباً تتعرف على أشخاص غرباء. مولود برج الأسد، الحقيقة أنت أكثرنا تعباً اليوم، وارد جدا الصدامات بينك وبين الآخرين، أنت محبط، يائس، متضايق، قد تعاني من وضع صحي ربما أو حالة صحية. هلأ في نوع من أنواع الصدامات، أنت اليوم معصب، متضايق، خلقك تعاني من تراجع معنوي على الغالب، وأنا بقول أنه اليوم حساسيتك عم تزيد عن الحد الطبيعي. هلأ بالنتيجة أنه صدامك مع الآخرين أنا برأيي هاليومين ثلاثة أبدا مو مجدي، لذلك ما عندي نصايح لك إلا أنك تكون دبلوماسي مرح ومبتسم على الأقل. ما رح أجي لك أنه حتجيب المرح من عند بيت الجيران، بس بالتأكيد أحياناً بيكونوا في حوالينا ناس إيجابيين، ناس حوالينا قادرين أنه يجيبوننا ضحكة أو يريحونا على الأقل، يمكن محتاج تقرب من هدول الناس بهالكم يوم. مولود برج الثور، اليوم مولود برج العذراء، القمر في الثور عم بيخليك تهتم بأمورك، تعطي توجهات وأوامر، تأسر الآخرين بإقناعك لهم، تستفيد من أمورك. اليوم هيك أنت قائد
بمحيطك، الناس حواليك عم يحترموك، والحقيقة هاليومين ثلاثة أنا بعتبرهم لتعالج المشاكل، لتفكر بترتيب أمورك كاستغلال للفرص، مستقل واثق من نفسك، توطد صلاتك مع الآخرين. والحقيقة اليوم في وعود، في قرارات، في حوافز، في إرادة. مولود برج العذراء مرتاح بهاي الأيام. مولود برج الميزان كمان مرتاح بهاي الأيام، عم بتقابل أو عم تتعرف على ناس أنت بتحبهم، في نوع من أنواع المبادرات تجاه الآخرين، أشخاص عم يدعموا مسيرتك، مدح ربما من الآخرين أو مساعدة أو روح متفائلة ونشيطة. اليوم أنت أقرب على كلين لفهم الآخرين مولود برج الميزان. إن شاء الله ريتو صحة. هاي على دوري أنا دائما، أنا برج الميزان. لا بس مبسوط اليوم الميزان، يعني ما عنده مشاكل. مولود برج العقرب اليوم أنت اللي عندك تأجيل تأخير، يمكن محتاج تتقبل الآخرين كما هم وتتعرف عليهم بطريقة حيادية. ما تحكم أحكام متسرعة، أعد النظر بقراراتك، لازمك شوية صبر مولود برج العقرب بهاي الأيام. وتذكر أنه كلياتنا معرضين للأخطاء، على كتر ما أنت بتضل بتغلط الآخرين وبتشوف السلبية بتصرفاتهم، بس بحب دائما ذكرك أنه أنت بشر وأنت كمان بتغلط مثلنا، ما أنك ملائكة على كل الأحوال، لا تكن عدائيا اليوم. مولود برج القوس اليوم ابدا مو سبت، يعني مو سبت عطله انا قصدي، لانه يوم ما نور العطله بالنسبه لك، يوم فيه شغل كثير، بالعكس عندك احساس انه انا عم بشتغل وغيري لا. حاول تنهي كل ما هو مهم، لا ترفض اي عمل تكلف به، اليوم العمل كثير، تعبك في شيء صحي يمكن بالنتيجه بالنسبه لك، واذا عندك دوام مثلنا حاول تنهي شغلك الكثير. مولود برج الجدي اليوم عم تتصرف بمودة تجاه الناس اللي حواليك، إذا عندك أهداف فكتير وارد إنك تحققها خلال يومين ثلاثة الجايين، عم تكشف للآخرين عن مشاعرك، عندك ثقة بالنفس، عندك موهبة بالإقناع، عندك حوار أو نقاش أو تحقيق لبعض الطموحات، تتحدث بمشاكلك وتجد لها حلول. مولود الدلو أنت اللي قلقان، ما أنا كتير مرتاح، ما بعرف في هاي الأيام للاختبارات، هل يومين ثلاثة كتير انتبه إنك قلقان، وأنا بعرفك أنت من مواليد الهواء، جماعة اللي إذا عصبوا بيعصبوا كتير كتير، وإذا هديوا ما في أحلى منهم. هلأ عصبيتك ما رح تتجاوز الخمس دقايق، بس شو اللي ممكن تخربه بهالخمس دقايق هون القصة، إنه أنا أحكي كلمة صريحة جارحة للآخرين، دايقهم بطريقة ما، بعد خمس دقايق أنا بهدا وبحاول صالح الناس اللي حوالي. هلأ أنا ما بنصحك لا تعصب ولا تصالح بالنتيجة، بنصحك اليوم تكون أهدأ عموماً، لأنك غالباً أميل للكآبة مولود برج الدلو، وتبحث عن السلام الداخلي، ربما تخطئ التقدير. مولود الحوت عنده حركة نشاط تفاؤل، واليوم هاد واعد بالنسبة له، ربما تفاجأ بزيارات، ربما تكون لبق بعروضه بعروضك، الظروف أكثر ودية بالنسبة لك، يعني عندك نوع من أنواع الحركة، وغالبا علاقات عمل أو زيارات أو ناس أنت بتحبهم اليوم هن اللي عاملي لك سعادة. أبدا ما بظن مولود برج الحوت قاعد لحاله، خليني عايد مولود اليوم واتمنى له السعادة. الشخص اللي ما عنده عشوائية باتخاذ قراراته بحاول إنه كتير يفكر، مولود 28 قبل ما ياخد قرار، لأنه من الناس اللي بتتحمل قراراتها، يعني ما أنه من الأشخاص اللي إذا غلط بقراره بيعلق أخطاءه على الآخرين، لذلك كتير بيفكر قبل ما ياخد قرار، صادق إلى أقصى درجة، يستبق الأحداث، عنده حاسة سادسة مرعبة، أحلامه تصدق، بحس بالآخرين قبل ما يعني يحكوا أو ما فيهم يكذبوا عليه، يعني عموماً من الأشخاص اللي عنده عناد على كل الأحوال، شخصية فزة على كل، قابلة لأنها تقول الأشياء كما هي بعيداً على الكذب واللف والدوران، متعب بصداقاته، لا يعرف الخوف. طبعاً السنة بالنسبة له فيها مسؤولية، شيء له علاقة بمال موروث أو إرث أو بيع أو شراء أو مساعدة معنوية ومساعدة مالية، بالمجمل الأمور مستقرة أنا برأيي، ما أنا سيئة أبداً،
فحاول انك ترتب امورك بهي الفترات، لانه فعليا السنه بالنسبه لك بالمتبقي منها ايجابيه. طبعا انا ما بدي انسى انه بالاصل انت كنت بسنه متعبه، صار لك 3-4 شهور كثير متعب ومانك مرتاح، لا الاشهر القادمه عموما افضل بكثير، يعني وارد يكون فيها قصه مهمه بالنسبه لك تغير لك حياتك. ان شاء الله الايام سعيده للجميع، واكيد رسائلكم على 18-45 من اي موبايل داخل سوريا. سهاد عم تسألني عن أمورها، يسعد أوقاتك يا سهاد. سهاد عندك حظوظ مساعدة جدا الصراحة، المتبقي من السنة أنا بعتبره أفضل بكتير من الثلاث أربع شهور اللي مرقوا. كل مواليد برجك ما كانوا مرتاحين بثلاث أربع شهور اللي مرقوا، معلش بدنا طولة بال. هلأ أنا ما بظن هاي ثلاث أربع شهور أصلا اللي جاي اللي هي جيدة، ما بظن للتغيير، بس كمان إنه نكون مرتاحين أو أمورنا أفضل، يعني ماشي الحال على كل الأحوال. لين عم تسألني عن أمورها، هلأ إذا كنا نحكي عن دراستك فأنا بشوفك مرتاحة، أنت بنوتة شطورة وبتقدري إنك تطلعي بنتائج مفرحة وقت بتقعدي وبتركزي على الدراسة، بس أنا برأيي المتبقي من السنة جيد عاطفياً، على بالك؟ الله يقدم فيه الخير، يجعل أيامكم دائما سعيدة وتضلوا دائما بخير. تضلك بألف خير يا رب. شكرا كثير لك يا مدام. الله يسعدكم. هلا صار الوقت لنشوف الشكل الأخير لطبق اليوم. يسعد صباحكم عن جديد، وبآخر الحلقة أكيد وصفتي جاهزة صارت. اليوم عملنا سينابون أو سينامون رولز بس بطريقة صحية. هلأ أنا ما غرقتها بالصوص، الصوص الزيادة حطيته على جنب لحتى تشوفوا لون العجينة وشكلها كيف رح يكون. أكيد نحن بنحط كمية صوص أكتر، وممكن نحط آخر شيء شوية جوز على الوش حسب أنتوا شو بتحبوا. هي كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون الوصفة عجبتكم، جربوها وتخبرونا، وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة. هلا مبدئيا انتزع الدايت تبع رغد، انا نعم. مستمتعه كثير. لا صحي يعطيك العافيه يعني، بس هي بتعتمد على الكميه، يعني صحي بكميه مقبوله بصير صحي، اما باوفر كميه لا ما له صحي. شكرا كثير لك يا شيف، يعطيك الف عافيه. بنهايه حلقتنا بدي اقول شيء كثير مهم، انه نحن كلياتنا قلوبنا وعقولنا وعيوننا على غزه، وناطرين نسمع اخبار يمكن تكون صعبه وقاسيه، ويمكن تكون اخبار نصر ما بنعرف لانه مقطوع الانترنت والاتصالات وكل شيء. نحن دائما عم ندعي لهم، عم نصلي لهم، وحاسين هيك بالعجز والخذلان جواتنا انه ما لنا قادرين نعمل اي شيء للاسف. فان شاء الله الايامات القادمه تكون خير وبركه وسلام، ونقدر نخلص بقى من هالوجع ونخلص من هاي الحروب بهاي المنطقة، ونعيش براحة ونشوف أولادنا عم يكبروا وعم بيروحوا على الجامعة عم بيحققوا أحلامهم. فإن شاء الله هيك دائما كل حدا شريف ونظيف من جوا يقدر أنه يقول كلمة الحق وما يخاف من شيء، وتنتصر هاي القضية يلي عمرها أكثر من 75 سنة. نحن أكيد بنلقاكم بكرة بنفس الموعد، وطبعا أكيد من هون لوقتها تبقوا بألف خير يا رب. ضلوا بألف خير.